لو عايز تستنسخ اي صوت بالذكاء الاصطناعي الوضع بقى سهل جدا وخطير جدا. شوف معايا كده. اليوم انا طالع معاكم من قناه خمسايه، بس مدري ليش يا ولد انا طالع اليوم، بس كل اللي اعرفه ان صاحب القناه هذه مجتهد وربنا يوفقه، واتمنى تشتركوا في قناته. يا جماعه الخير، قناه خمسايه بس دي خرافه ليس لها شبيه ولا مثيل، انها الاقوى على الاطلاق. اي حد مش هيعمل اشتراك دلوقتي احب اعرفك استديوهات معايا. هو ده الموقع اللي احنا عملنا بيه كل الحاجات اللي انت شفتها في اول الفيديو. الموقع ده جامد جدا. الموقع ده يا معلم اسمه ميني ماكس، زي ما انت شايف كده هيفتح لك الواجهه دي، اللينكات كلها هسيبها لكم في اول كومنت مسابقه، عشان في ناس كتير قوي بتكتب لي ان هي دخلت عندي وما لقيتش الموقع، وطبعا في ناس بتكتب لي كتير ان اللينك مش بتلاقيه، او بعد ما تتفرج على الفيديو وتيجي تدور على اللينك مش بتلاقيه. احب اقول لك اللينك في اول كومنت متثبت، في اول كومنت كده، اول ما تنزل تحت عند الكومنتات هتلاقيه في اول كومنت مسبب، لان انت لو دخلت على الوصف او الديسكريبشن مش هتلاقي لينك خالص، لان انا مش بحطه في الديسكريبشن او الوصف. بعد ما تخش يا معلم هيفتح لك الواجهه اللي انت شايفها قدامك دي، طبعا بيدي لك 10000 كريدت، دي يعتبر 10000 كلمه، فبياخد معاك وقت كبير جدا. طبعا هنا في الفويس ليبراري، دي مكتبه صوتيه فيها ايه كل الحاجات، هنسمع كده اي حاجه مع بعض. Each moment unfolds like a vivid painting. Remember. دي مكتبه مليانه فويسات لناس مختلفه يعني، تمام، وده الماي فويس، دي الصوتيات انت تعملها بتاعتك هنا، ودي الكولكتد فويس مالناش دعوه بيه. هنا بقى تكست تو سبيتش، دي طبعا انت بتحط فيها ايه بقى، ده الكلام اللي انت بتكتبه هنا، تمام، وبيبدا يتقال يعني، تمام. وهنا اهو دي كل الفويسات، وهنا ماي فويس لما نحط لما نعمل الفويس الخاص بيه، تمام. هنا هتلاقي فويس ديزاين، مالناش دعوه بفويس ديزاين برضو، احنا لنا دعوه بفويس كلون، تمام. هنا لو عايز تسجل بصوتك انت، يعني لو انت ما عندكش مثلا حاجات متسجله جاهزه عندك الكمبيوتر او التليفون، هتقدر تيجي هنا كده وتسجل بشكل عادي جدا. دوس كده اهو يفتح معاك اهو، واتكلم اي حاجه اقولها هتلاقيها اتسجلت على طول. فارفع هنا الصوت الخاص بيا، وبعد كده هنشوف في الاخر. وبعد ما الاصوات اتحملت معانا، طبعا رفعت صوتين خاص بيا ورفعت الصوت الثالث اللي هو ريكورد، سجلت ريكورد وقلت عشان اجرب برده الخاصيه دي شغاله ولا لا، عشان كل حاجه بقولها لكم في الموقع ده ابقى متاكد منها 100%، تمام. بعد ما كتبنا كل حاجه وسجلنا برده ونزلنا الصوت بتاعنا، اتحمل معانا بالشكل اللي انت شايفه قدامك ده. عندك هنا خاصيات زي ريموف باك جراوند نويز، اللي هي الحاجات اللي هي الدوشه والضوضاء والحاجات دي، هنا بيقدر يشيلها. لو انت عندك حاجات يعني فيها ضوضاء تقدر تشيلها، لو ما عندكش انا هنا طبعا صوتي كويس فاقدر مش عايز اعملها يعني، تمام. وتيجي هنا بتكتب اي حاجه واعمل جنريت، طبعا جنريت ده مش بياخد اي حاجه من هنا، بس انت عشان بتجرب طبعا برده لازم تبقى متاكد من العلامه دي، لو دوست هنا مش هيرضى يعمل غير لما تفعل العلامه دي. هو كده خلاص معانا، تعالى نسمعه مع بعض. اهلا بيكم في قناه خمسايه بس، اهلا بيكم في قناه خمسايه بس. طبعا لو ما ظبطش معاك وحسيت فيه شكل غريب كده تقدر تعدل اي حاجه من هنا، تمام. واللي تحت دي انا ما عملتهاش، تمام، فبيقول لك تمكين تحسين اللهجه، تيجي هنا بترفع له اكتر من صوت، مثلا ارفع له مثلا الصوت الخاص بيا، تمام، وفعلت دي، تمام، بتفعل الاثنين دي، بتحط مثلا 5 ثواني كده ولا حاجه من صوتك بتتكلم فيهم بيبدا يعلم معاك. تعالى بقى نجرب تاني، لو ما عجبكش طبعا النتيجه في الاخر بتدوس على ريجنريت، تعمل جنريت تاني، طبعا زي ما قلنا مش بياخد. تعالى نسمع مع بعض. في المصريه اهلا بيكم في قناه خمسايه بس. تبدا بقى تغير اكتر من مره لحد ما تلاقي الصوت عاجبك وتبدا تستقر عليه، تمام. انا هجرب كده كذا مره ولحد ما الاقي صوت يعجبني واستقر عليه واقول لكم يعني هستقر مثلا على الصوت ده عشان صوت عادي وعجبني، فادوس على كونفير، تمام. بعد كده اجي هنا واسميها مثلا خمسايه بس، واجي هنا بتختار راجل او ست فخليها راجل، واجي هنا بتكتب وصف بقى ايه خاص بيك يا معلم، سيف فويس. اهلا بيكم انا حسن عبد الله، تمام. بعد كده بتظهر معاك في ماي فويس، تمام. بعد كده اروح على اجي هنا اختار اي حاجه عايزها، بكتب اي حاجه، تمام، اقول له مثلا لو عجبك الفيديو ما تنساش لايك وشير وتشترك لو انت مش مشترك، سلام. حلوه لذيذه مش وحشه. في حاجه بقى هنا بيقول لك رونج تكست، اقدر ادوس عليها بيقول لك بقى ان انت مش ملتزم ب 5000، اكتب يا عم 200 كلمه بس اهم حاجه تبقى مشترك، فاهمني؟
اهم حاجه تبقى مشترك، عشان ما تعملش مثلا كده وتعوز مثلا تكتب حاجه فوق ال 10000، تبقى برضو ملتزم بال 9000 او ال 10000 الموجودين هنا. تمام؟ فانت لو عايز معاك لحد 200000 كلمه اعمل ابجريد، يعني الموقع جامد بصراحه مش ضعيف. تمام؟ فاحنا مش محتاجين. بعد كده هتيجي هنا دي جامده جدا، تيجي هنا يا معلم وتقول له مثلا عندك هو انجلش عربيك كل اللغات ده، صيني دوتش وفي اندونيسي ايطالي ياباني كوري روسي، بص كل حاجه. فطبعا انا عايزه يترجم لي بايه بقى؟ يترجم لي بالانجلش. فانا مش هروح على ده عشان مش هيخليه بشكل كويس، هبدا اروح على موقع زي اسمه ديب ال. تمام؟ بعد كده ترانسليت، ممكن تبحث عنه هتلاقيه بكل سهوله، او تبحث عن ديب ال دوت كوم. افتح معايا، تحط النص بتاعك هنا يا معلم، وهنا بتختار اللهجه سواء انجلش امريكان او بريتش او بقى اي لهجه ثانيه انت عايز. بنيجي هنا ننسخ الكلام ده، وبعد كده بتيجي هنا ترمي جنريت. That brings us to the end of the video. If you like the video, don't forget to like, share and subscribe if you haven't already. Bye. باي جامد. باي دي لو بالانجلش مفيش وي باي مفيش، او ممكن تيجي هنا تلغي خالص، دي حركه جامده انا بحب اعملها. اختار اوتو. تمام؟ واجي هنا طبعا اعمل اي حاجه، مثلا اختار جيرمان الماني. تمام؟ واعمل كوبي واجي هنا رميت الماني صح؟ انا مش بختار حاجه هنا. بعد كده ادوس على جنريت. Und damit sind wir am Ende des Videos angelangt. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, vergessen Sie nicht, es zu liken, zu teilen und zu abonnieren, falls Sie das noch nicht getan haben. Bis bald. فده الماني تقريبا، مش فاهم اي حاجه. فهنرجع كده للعربي، اللغه بتاعتنا جامده. بعد كده في حاجه برضو عايزين نقولها، دي طبعا لو انت عندك ملف نصي، بس هو هنا في الملف النصي كرويته يعني، وانا كاتب اي كلام ده دخل الدنيا في بعض. وبس كده، لو عجبك الفيديو ما تنساش لايك شير مشترك و سلام.